وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد تسد بصيغة الماضي ربي يوعد المؤمنين وقذ يمنا ويخذ من الصلاح ألر جمد يفذر بالإيمان بلا الصلاح أميد يفذر الإيمان يقرن الإيمان بالعمل الصالح. سورة العصر سنت مرة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المعنى يسترجموا إيمانهم إلى عمل أذمنا سعى لفوا وطبقا وخذ من الصلاح ويقذ يمنا خذ من الصلاح ربي وعذيثا سوى شو سلمغفرة أسلم حياك الذنوب نسن وأجر عظيم. بعض المفسرين ناد الأجر العظيم المقصود بها ذي الجنة ذي الجنة ثعلين ويظن ذي الأجر القرآن وهذا يكمل هذا وهذه الشروح يكمل بعضها بعضا.